بسم الله، معكم عمر سليم. هنشوف مع بعض حاجة طريفة شوية. دلوقتي أنا ممكن أي موديل عندي في أي برنامج من برامج أوتوديسك بعمل له ريندر إن كلاود، بحيث إن الحاجة تبقى موجودة على الكلاود. فأنا ممكن أدخل كده على الموقع اللي هو أوتوديسك 360 وأعمل ريندر لأي صورة من الصور. تمام، الجديد إن أنا ممكن أدوس رايت كليك عليها بعد ما أفتحها. تمام، أدوس على السهم دوت وأقول له ريندر أز بانوراما ستيريو بانوراما. تمام، فبيبدأ يحولها لي يقول انت عايز تحطها فين. اقول له مثلا في الفيلم ستاندرد، تشوف المقاس اللي انت عايزه قد ايه، واقول له ستارت ريندر. تمام، هو بيبدأ يحولها لي اوجمانتد رياليتي. تمام، تبقى حاجة بالشكل دوت 3D، اقدر اشوفها زي ما انا عايز. تمام، اعلم بس على العلامة ديت بريفيو اون ماي فون، بيديني المسار دوت. المسار ده لو بعته لاي حد على الفيسبوك او في اي مكان او اي رساله هيبدا يروح، وبيديني الكود دوت. الكود ده فيه برامج كتيره بتبدا تشتغل عليه. خلينا نجرب مثلا برنامج اللي هو كيو ار كود ريدر. ده تطبيق اول ما اقراها قال لي ده المسار بتاعي، هقول له اوكي، هيبقى الموبايل بتاعي 3D اوجمانتد، وابدا الف زي ما انا عايز وابدا اشوف. تمام، اهو القصر اهوت. تمام، ابدا اعمل عليه زوم، ابدا اقرب منه، ابعد منه زي ما انا عايز.